شكرا سيدة انجر اندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة اما عن دور الاعلام والفنون فالمؤكد انه قبل عشرة اعوام يعني لم يكن هناك اهتمام بتسليط الضوء على المناخ والتغيرات المناخية ومخاطر هذه التغيرات المناخية ولكن الان اصبح الاعلام عالميا يهتم بهذا الموضوع معنا سيد بلواير وهو مراسل شؤون المناخ في سي ان ان بنرحب بحضرتك ويعني من خلال خبرتك الصحفية ما هي أبرز الكوارث البيئية أو الطبيعية التي رصدتها والتي تشير إلى أننا في مرحلة حرجة من التغيرات المناخية شكرا so جزيلا oh, أهلا وسهلا بكم في مصر جميعا أنا so معجب ببلدكم جدا ويسعدني أن أكون جزءا من هذا المنتدى في هذا الصيف لقد I ذهبت I إلى آيسلاند آيس آيس وقمت برؤية الجليد يذاب وكيف أن هناك وأيضا ذهبت إلى باستون وشرم الشيخ وشنغهاي ورقبت الحرائق البريه في الغرب الامريكي وكنت هناك ورأيت الاعاصير التي بدأت في السواحل الامريكيه وهناك غرق الناس في منازلهم في مدينه نيويورك وكان هناك ايضا في منتصف ايضا على الشتاء وكان هناك الكثير من الظواهر والكوارث التي حدثت عام 2021 وادت الى إلى إزهاق الكثير من الأرواح وكثير من الوفيات ومئات الآلاف من الأشخاص ولذا أنا أرى هذا كل يوم ولكن وأن إن الطريقة التي تعمل بها الطبيعة البشرية هي كلها هناك بالطبع القصص الكثيرة التي تتحدث عن التغيرات المناخية ولكن والقصص تتغير ولكن قصة التغيرات المناخية تتغير تغيروا سريعا في أحداث كان هناك تغير المناخية أيضا. وهذه التغيرات تحدث بحدة حول العالم. ولسوء الحظ نجد أن كثيرا من الناس في دولة ودول أخرى يرون أن هناك القصص عن الصيادين الذين يعانون وعن وفيات الكثير من الحيوانات البرية وانقراضها. أن القصة يجب أن تتغير يجب ان يجب علي الجميع يجب ان نحقق الرفاه للجميع ما الذي يحدث للاسر للرفاه للرخاء والاسر في كامل انحاء العالم لان الكل مرتبط ببعضه البعض فبالطبع نحن نحاول أن نتفاوض فهناك تقريبا 200 دولة وصعوبة الاتفاق ولكن هناك مؤتمر الدول الأطراف كاب 26 وتحدثنا عن الموارد وعن المشكلات ولكن الوقت يجري يجب أن من اجل الايفاء بالاهداف والمتطلبات والتعهدات والالتزامات، نحن في حاجه الى طريقة جديده للحياه، مطارات جديده، اسمنت جديد للبناء والتعمير، وسائل نقل مواصلات جديده. نحن في حاجه الى استيعاب كل هذه الامور ولقد نحن نقوم بايذاء البشريه واذاء الجيل الاجيال الجديده القادمه هناك الكثير ويجب أن ندرك أنه بطريقة أو بأخرى فإن كوكب الأرض بدأ يختفي وبدأ يتأثر ويتضرر سلباً، فإن الاقتصاديات الثرية حول العالم يتعير أن تقوم بمساندة يتعين أن تقوم بمساندة سبعة مليار شخص على كوكب الأرض وهذا أمر صعب تحقيقه للغاية، ولذا هناك الكثير من الوفود والمفاوضات والتي تتحدث آن علينا أن نقوم بتمهيد الطريق من أجل الحفاظ على البيئة الإيكولوجية فأن هناك المدينة في جنوب كارولينا يقومون ببناء حوائط من أجل حماية أنفسهم من ارتفاع منسوب البحر وبدأنا أيضا في ما الذي يحدث في في القطب الشمالي وما الذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أن في الواقع كامل الصحفيين سيصبحون صحفيين يتعاملون في المناخ وهذا أمر حتمي ونحن هناك كانت هناك الجائحة وكانت هناك الأمصال واللقاحات هناك الكثير من الطوارئ التي تحدث حول العالم أن في الواقع نحن في عالم بها الكثير من التكهنات والتوقعات في الواقع لن نعد نضمن ان نسافر على سبيل المثال لكي نرى عائلاتنا واسرنا في مناطق مختلفه ما يحدث حول العالم امر غريب وفي العالم كان يتحدث عن اللقاحات الهائله التي تم انتاجها وبالطبع لدينا استجابات سياسيه واستجابات عالميه متعلقه بكورونا هناك اسباب عده نظرا للمخزون ال... نحن يجب يجب ان نرى معجزه هذه الانجازات العالميه امل اننا نستطيع ان نتعلم من كل هذه الدروس وان يكون لدينا عالم اكثر استضافا واكثر اتساعا واكثر قدره على استيعاب هذه المخاطر المناخيه وان نتحالف مع ونتعاون معا ونحن ما زلنا نعمل وما زال الطريق طويلا أمامنا وأن يجب أن يكون لدينا القدرة على التكيف على هذه مع هذه التغيرات وأن نتعرف أين نقف وأين نحن الآن ولكن هناك الكثير من القصص الإنسانية ولذا يجب أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتواصل مع بعضنا البعض وأن نتبادل الخبرة يجب أن يكون هناك تغيرات لم يعد تعد الأسماك موجودة في البحار لأن يعني في الواقع أن هذه الترابطات وهذه التحالفات هامة للغاية من أجل الحد من هذه التغيرات وكيف يمكن معا أن نقوم بالحد من كل هذه التغيرات والطريق طويل شكرا سيدتي والسادة كاتب والمنتج شؤون المناخ لشبكة سي and